معنا عبر الهاتف الآن الكابتن الكبير كابتن أحمد أيوب المدير الفني لفريق حرس الحدود. يا فندم مساء الخير، مشرف ومنور. مساء الخير يا كريم، تحياتي ليك ومتشكر على الكلام الحلو الواقعي الصادق اللي انت بتقوله على الفرقة. يعني احقاقا الحق بصراحة كابتن أحمد، ومليون مبروك الفوز النهاردة، يعني كان فوز مهم بالتأكيد. طبعا الحمد لله، يمكن ثلاث نقط مهمين جدا جم في وقتهم، كنا محتاجينهم بعد الهزيمة اللي فاتت من الاتحاد بضربة جزاء في آخر خمس دقائق، رغم الأداء المميز اللي كنا فيه طول المباراة. تعبنا وكنا نستحق على الأقل نقطة، ولكن هي دي الكورة، أخطاء سواء من اللعيبة من ممكن من القرارات التحكيمية بتأثر في نتيجة المباراة. يمكن النهارده ساعدنا بشكل كويس لفرقة المحلة، فرقة السنة دي عاملة موسم رائع، عندها لعيبة كويسة ماشية في الجدول بشكل كويس. يمكن النهارده هم كان هدفهم المكسب عشان المربع الذهبي، واحنا كنا هدفنا نكسب عشان نرجع تاني في حتة المنافسة من بعيد على يعني على المراكز اللي تبعد عن الهبوط. صحيح. الحمد لله حضرنا المباراة بشكل كويس. يمكن احنا كفرقة وخلينا اتكلم معاك بصراحة، يعني انا صعب اتقارن، يعني صعب المقارنة بيني وبين الفرقة خارج المستطيل الاخضر من حيث القدرات والامكانيات. احنا يمكن عندنا قدرات معينة بنتعامل معاها، ولكن لما داخل الملعب مفيش مشكلة، انا بحضر لعيبتي بشكل كويس. احنا بنلعب فرقة 11 لاعب و11 لاعب في الملعب، التعليمات اللي بنقولها سواء الدفاعيه او الهجوميه بتتنفذ بشكل مميز جدا من اللعيبه، واللعيبه على قد ما تقدر بتتنفذ، ولكن في بعض الاوقات بيقابلنا سوء توفيق، بعض الاخطاء الفرديه، وده ناتج وده طبيعي جدا. فرقه لسه صاعده، فرقه عندها لعيبه ممكن يكون اول مره تلعب دوري ممتاز. انا كمدرب بتفهم ده تماما وبتقبل ده، ولكن احنا دورنا ان احنا نشتغل ونعالج وهنكسب ونقع ونرجع نكسب تاني، والحمد لله. يعني احنا مش بعيد، احنا في وسط يعني احنا بنحارب وبنقاتل على قد امكانياتنا وقدراتنا، والحمد لله مطلعين من الولاد اقصى حاجه ممكن نعملها. وزي ما انت حضرتك قلت، يمكن احنا في ماتشات كتير قابلنا سوء توفيق، يمكن احنا لو كنا موفقين في مباريات فاتت قبل كده كان ممكن يكون عندنا اكتر من 20 نقطه. ولكن هي دي الكوره، واحنا بندفع ضريبه ساعات قلة الخبرة، ساعات يعني الأخطاء الفردية، وهنفضل نشتغل ونعالج، واحنا ما عندناش حاجة أكتر من كده. صحيح. ونتمنى التوفيق يا رب الفترة الجاية إن شاء الله. أنا عارف إن أنت كنت مستني شهر يناير عشان تعمل بعض التدعيمات في بعض المراكز الناقصة، قدرت تعمل التدعيمات اللي أنت عايزها ولا مش كلها؟ والله يعني في حدود المتاح بالنسبة لي، لأن خلي بالك برضو أول حاجة يمكن القدرات المالية هي الفيصل. طبعًا. تاني حاجة إن اللاعب اللي جاي لك برضه بيبص على فريق حرس الحدود وترتيبه في الجدول، فانت عشان تقنع لاعب مثلا بقدرات معينه انه برضه بيبقى فيها صعوبه شويه، وانا بتكلم معاك بصراحه، ولكن احنا برضه قدرنا نجيب لعيبه بنتوسم فيها انها تكون اضافه للفرقه، لعيبه عاوزه تكون موجوده معانا، ونستفاد منهم على قد ما نقدر الفتره الجايه. جبنا احمد السعداني حارس المرمى وكان موجود في حرس قبل كده ولعب النهارده اول مباراه دي وظهر بشكل كويس. جبنا احمد علي، كنا محتاجين حد يمكن من سهل يجيب جول، لان احنا بنخلق فرص كتير وبنجيب اهداف بصعوبه، فاحمد علي ممكن نستخدمه في بعض المباريات من فرصه يقدر يحرز اهداف. في اثنين افارقه يمكن فالنتاين وكوكو، ولكن برضه دخول اللعيبه دي عاوز وقت مناسب، عاوز تدرج في انك تدخلهم في المباراه عشان تستفاد منهم، لان لسه جايين جداد على الفرقه طبعا. طيب الاحتفاظ بمصطفى زيكو اصلا في يناير يعتبر صفقه لحرس الحدود، عشان هو واحد من الاسماء اللي كانت بتتردد كثيرا في سوق الانتقالات الشتويه. يا كابتن احمد، اكيد طبعا مصطفى لعيب كويس، واحنا اتكلمنا معاه وقلنا له ما تستعجلش على الخروج من النادي، النادي برضه محتاج، يمكن ما هي رغبه اللعيب، وفي النهايه برضه لازم يتحسب مصلحه النادي ومصلحه الفرقه. طبعا هو اذا كان زيكو هي يعني دلوقتي نجم والناس بتتكلم عليه، فهو بقى نجم من خلال الفرقه. صحيح. ومن خلال اداء الفرقه والاداء الجماعي بتاع الفرقه، مش الاداء الفردي. هو قدراته يمكن مختلفه شويه، ولكن اللي خلاها تظهر بشكل كويس زمايله في الفرقه واداء الجماعه بتاع الفرقه، فيعني كان صعب يسيب الفرقه في الفتره دي. صحيح. احنا اتكلمنا معاه وقلنا لو جالك حاجه كويسه اخر السنه ما عندناش مشكله، ولكن احنا عندنا هدف دلوقتي ان النادي يبقى في الدوري، وصعب جدا
نسيبك والفرقة محتاجة يعني. هايل. طيب كابتن أحمد، آخر حاجة بالتأكيد لازم أسألك عن مواجهة تاريخية بين الأهلي وريال مدريد، وأنت راجل لعبت في النادي الأهلي وفي الجهاز الفني للنادي الأهلي، تنصح إيه أو تقول إيه لاعبي النادي الأهلي قبل هذه المواجهة الكبيرة التاريخية للكرة المصرية بشكل عام مش بس النادي الأهلي؟ طبعا كل الشكر والدعم والمساندة للنادي الأهلي، يعني طبعا مشرفنا ودايما رافع راسنا ودايما بيحقق البهجة والبسمة للجماهير المصرية كلها وخاصة جماهير النادي الأهلي. أي محفل كبير النادي الأهلي بيظهر بشكل كويس وبيرفع اسم الكرة المصرية بشكل كبير، قدم مباراتين على مستوى عالي من الناحية الفنية والتنظيم. أكيد مباراة ريال مدريد ليها طبيعة خاصة لأن أنت بتلعب بطل من العيار التقيل، العالم كله هيكون بيتفرج على المباراة دي. أنا شايف إن الحظوظ متساوية بغض النظر عن اسم ريال مدريد. ريال مدريد الفترة الأخيرة مش في أحسن حالاته، عنده غيابات كتير مؤثرة، يمكن يتغلب آخر مباراة في الدوري. أعتقد من وجهة نظري الفنية إن حظوظ النادي الأهلي في المباراة دي من وجهة نظري أكبر، دوافع النادي الأهلي أكبر، استعداد النادي الأهلي أكبر، وأتمنى إن النادي الأهلي يكسب ويعدي مرحلة المركز الثالث ويضيف لنفسه قيمة أكبر وقيمة جديدة، ويضيف لجمهورية مصر العربية وجماهير النادي الأهلي مركز متميز غير المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية، وكلنا دعم ومساندة للنادي الأهلي طبعا يعني. صحيح. كابتن الكبير كابتن أحمد أيوب المدير الفني لفريق حرس الحدود، أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة، وبهنيك مرة أخرى الفوز اليوم على فريق غزل المحلة.